انتوا في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بكل اللي انضموا لنا مره تانية في الاستاد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وزي ما قلت لكم في اول حلقه النهارده، ضيفي هو واحد من نجوم نادي الزمالك، كان لعيب كبير، كان هداف كبير، واصبح كمان واحد من نجوم ما بعد الاعتزال، واحد من رموز الزمالك اللي مثل الزمالك في استوديوهات تحليليه كبيره جدا، فاصبح واحد من اهم المحللين في مصر والوطن العربي. كمان لما كان موجود في اتحاد الكوره كان ليه وزنه وكان ليه كلمته، اصبح واحد من الناس القليله اللي لما تتكلم معاهم في الكوره تحس ان انت بتكلم مع واحد فاهم. كابتن ايمن يونس. كابتن ايمن، برحب بحضرتك. اهلا يا كابتن كريم. محضر لي ايه بقى ان شاء الله النهارده؟ محضر لك عادي، عامل لي دخله كده مش عاجباني خالص. ليه؟ خالص حاسس ان في تفخيخ بعد كده. لا والله ابدا ابدا. عارف يا كابتن ايمن بجد انت حبيبي. لا. انت حبيبي والله، انت عارف انت حبيبي من زمان. انا سعيد ان انا معاك كابتن ايمن. منورني والله. سحره الراديو، انتوا هنا عالم السحرة اف ام، عندكم سحر خاص دايما كده بيه كل المشاهدين، وده بيزيد بوجود واحد زي حضرتك، واحد من الناس اللي دايما كلامك وزويت وجهات نظرك دايما مختلفة. الله عليك. والله الله دايما عليك. بتبص للحاجة بزاوية مختلفة، فبتخليك انت غصب عني وانا قاعد بسمع منك ببص لها معاك. الله. فبشوف حاجه جديده. لا انت مدلعني كده. لا ده لا كده. لا لا بجد والله. اصل انا اتكلمت مع كل الناس يا كابتن ايمن، انت عارف كل الناس، بس بجد الناس اللي لما تتكلم معاها وتحس ان انت مقتنع باللي بيقوله قليله. واو. فانت من الناس اللي فعلا لما بتتكلم معايا حتى بره الهواء، بره الاعلام، يعني لما بنتكلم في اي حاجه من امور الحياه او حتى بنتكلم في الكوره، عشان كده دايما بقول انك لازم يكون لك دور في المنظومه الرسميه في مصر، في انك تدير واحد من الناس اللي مسؤول عن إدارة كرة القدم في مصر. احيانا النصح والارشاد ليه دور ان احنا نوجه الناس وننصح الناس، لان احيانا مش شرط ان انت تبقى موجود على كرسي عشان تنتمي لمصر، عشان تنتمي للزمالك، عشان تنتمي للأهلي. انت دورك الطبيعي الانسان اللي فاهم كرة، او الانسان اللي بيفهم معاني الكوره، او الانسان اللي بيدور على اخلاقيات الكوره، لان الكوره مجتمع تنافسي اتفقنا عليه، مش عدواني خالص، مش حربي خالص، مش خناقه خالص، مش قله ادب. صح. مجتمع الكوره مجتمع يفترض فيه انه ناس ناضجه. صح. فنيا اداريا رياضيا، بتتقبل الفوز وبتتقبل الهزيمه. صح. بتتعامل ان دايما في بكره، في سنه جديده، في بطوله جديده، ما وقفتش على اي حاجه. صح. عشان كده عنصر او احساسك بالهزيمه نفس احساس الفوز. المهم بتأدي دورك، بتأدي مجهودك، بتعمل اقصى ما عندك، بتبذل اقصى ما عندك. ويا اخي احنا كلنا ناس بنعرف الاديان كلها بتقول التوفيق من عند ربنا. صح. انت بتجتهد، اعمل اللي عليك لكن مش يفترض فيك ان انت لازم تفوز، او غصب عني لازم تفوز، او غصب عنك لازم تفوز. تشويه اخلاقيات كره القدم كان جيم كبير، وتشوه المجتمع الكروي في مصر. المجتمع الكروي في مصر مشوه ومليان مليان امراض، والامراض اصبحت منتشره في كل حاجه. التطرف المبالغ فيه، الناس بقت تفتخر بتطرفها، دي حاجه مهينه. صح. لان التطرف في الرياضه زي التطرف في الدين، زي التطرف في السياسه، زي التطرف. بس ما كانش كده زمان يا كابتن ايمن. ايوه، ما هو اللي اختالوا المجتمع الرياضي كتير ومن كذا زاويه، اللي اجتمعوا على اهانه المجتمع الرياضي ناس كتير، ناس ما بتفهمش، ناس بتدور على كراسي، ناس قعدت فما عملتش حاجه غير انها مزيد من التلويث للفكر الرياضي والجماليات الرياضيه والاخلاق الرياضيه. الرياضه عندنا مش في مصر، في افريقيا عموما مليانه اجتهادات لكن مش مليانه ضوابط، مليانه انتفاعات لكن مش مليانه حقائق، مليانه احلام واوهام لكن مش مليانه واقع. الرياضه ليها لوائحها، الرياضه ليها قوانينها، الرياضه ليها اخلاقياتها. يوم ما بتفقدها انت فقد كل حاجه، هو ده دوري ولا ده كاس ولا ده اي حاجه ولا ده اي حاجه في افريقيا بتحصل ولا ده نهائي الشامبيونز افريكان ليج ولا 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 ليه بقى؟ لان هي فوضى. لان انت لما بتفقد ايجاد اللوائح اللي تتحط قدام الناس عشان يعرفوا يمشوا عليها وتكون مقنعه لكل الناس، يوم ما تفقد ده خلاص مفيش حاجة عندك بتمشيك. لما بيجي ناس ما عندهمش فيجن
للمشاكل قبل الحلول. يعني انت وجودك على كرسي كأي واحد في أي منصب مش في أي رياضة في أي مجتمع فني رياضي سياسي هو ناس ليها فيجن. يعني ايه فيجن؟ يعني ناس ليها رؤية، يعني دايما شايفين بكرة عامل ازاي. لما يجي لك حد يقعد على كرسي وهو مش فاهم بكرة عامل ازاي يبقى ما ينفعش، يبقى ما يستاهلش الكرسي ده خالص في أي حاجة. أنا فاهم كرة بس يعني. بس هل ده سبب الرئيسي في مشكلة الدوري قبل كاس الامم ولا بعد كاس الامم؟ طب اصل ده انت جملتني، لا جملته، لا عملتني، لا عملته. هي من دلوقتي ولا من زمان؟ من زمان. من زمان لما قالك العب عربي وافريقي وهندي ويوناني ولعب كل البطولات اللي تقع قدامك. الله، انت حضرت عفريت اسمه الارهاق، حضرت عفريت اسمه مشاكل، حضرت عفريت اسمه مفيش عدل في المسابقة. المسابقة فقدت العدل اللي فيها. مجاملات يا كابتن ما فيهاش مجاملات، هي فيها حلول بشكل المجاملات. ما هو اتحاد الكرة برضو ناس، خلينا نتفق ان هم مش عايزين يجاملوا حد، وخلينا نتفق ان هم كلهم محترمين، لكن فقدوا الطريق. هم محترمين جدا وعايزين يحلوا كل حاجة، بس الكرة ما بتتحلش بعد اتعرب. صح. والكرة ما بتتحلش عشان خاطري وعشان خاطرك. أيوة. والكرة ما بتتحلش عشان عملت لده وعملت لده. الكرة بتتحل ليها ليحة من اول يوم. صح. بيمشي عليها الكل مع واحد فاهم بكره شكله ايه. فيقول لك، ما يجيش يقول لك ما انا جمعت الانديه وقلت لهم لو لعبتوا ده الموسم هنتزنق ونعمل وبتاع. ما توافقش. انت مش مسؤول عشان تصلح ما بين الناس، انت مسؤول عشان تحكم ما بين الناس. وفي فرق كبير في المعنى. انت مش بتمشي مركب، انت بتقود مركب. حل. في فرق في المعنى. ماشي. انت مش بتقدف، انت قبطان. انت مش انت انت كابتن. خلينا نتكلم ان في حسن نية طبعا، وانا الناس اللي انا اعرفهم في اتحاد الكورة في كل الاندية عندهم حسن نية. حلو. لكن حسن النية ده لازم يطبق عليه بعد كده لوائح وقوانين. واذا كنا قادرين ان احنا نقول لهم معلش الموسم ده، فمش هنقول لكم معلش الموسم الجاي. صح. اذا كان الموسم ده انتوا اتضحك عليكم، فاحنا مش هنقبل انه يضحك علينا احنا كمان بقى الموسم الجاي. ما انت شفت الموقف. ولازم حلولك تبقى واضحة، ومن دلوقتي لازم تقول بطولة العربية اول وتاني رايحين افريقيا، تالت رايح كونفدرالية، رابع خامس سادس سابع هيلعبوا بطولة عربية. اعمل يا اخي، كبر قاعدتك. صح. كبر قاعدة التنافس واربطها بالامم الافريقية، او اربطها قصدي بالمسابقات الافريقية سواء ابطال الدوري او الكونفدرالية ابطال الكاس. حتى ده يا اخي هيبقى في صالحك ان انت يكون عندك 7-8 فرق بتلعب مسابقات غير المسابقة المحلية بتاعتك. صح. هيكون عندك جدول منتظم. هيكون عندك شكل منتظم. هيكون عندك كمان لعيبة تقدر تشوفها، بتقدر تأدي وتلعب وتفنن. احنا لعيب الكرة عندنا فقدنا مقاييسه الجمالية في مصر. صح. احنا لعيب الكرة عندنا لازم يبقى ديناصور بيخبط ويرزع ويطلع ويخبط فقدنا العنصر الجمالي ان احنا مش موفرينه له. لو في ناس مراقبة فنية على الدوري بتراقبه، لازم يقولك اللعيب ده المصري مثلا هم 45 ماتش اللي يقدروا يلعبوه. لو انت عملت له 55 ماتش يفقد اتزانه البدني والنفسي والعصبي، في ما يقدم لكش كورة، يقدم لك خناقة تخبيط. اجمل حاجة في لعيب الكورة انه يبقى فنان. يعني هي الكورة فن. الناس اللي بتتكلم عليها لعيب الكورة ده على درجة فنان مش مقاتل. احنا اذا كنا بنضيف بعض الالفاظ لكن هي مش حقيقتهم. ان ده جلاديتر، ان ده مقاتل فايتر، ان ده سوبرمان، ده هيرو، ده جريندايزر. دي الفاظ بنقولها احنا تجميلية. ماشي. لكن مش هي الريل معنى، المعنى الحقيقي. حد. المعنى الحقيقي فنان. حارس مرمى فنان. رايت باك، ليفت باك، راس حربة، ميد فيلد، كلهم لازم على درجة فنان، عنده طعم. حد. عنده لون، عنده ريحة. لعبت الكرة بصراحة بتلعب في أجواء حربية أكتر منها كروية. معرفش ما يعني، رغم ان بيطلع ماتشات حلوه قوي احيانا، لكن خلينا نتكلم ان لعبت الكره بقت تتعب قوي. يعني ما بتستمتعش قوي، بقتش متعه، وده بينعكس عليك وعليا. انت فاهم؟ صح. يعني انت لما بتيجي تطلع بحلقتك، الطبيعي بتاع كريم ان يقعد يتكلم على كوره وجماليات وفنيات واهداف حلوه وطريقه الجون، انت سوري انت بتتكلم على حوادث كرويه. صح. اكتر من فنيات كرويه. صح. احنا بنتكلم على مشاكل كرويه. انا مش لاقي اسبوع يا اخي اعيشه كوره مرتاح. بس. صح.
يعني انا هربت على رولان جاروس الايام اللي فاتت دي وخلصت للاسف واتمتعت بنادال وفيدرر وجوكوفيتش وقعدت عشت الحاله وانفصلت عن الواقع الكروي، مش عايز اتالم الخناقات والمشاكل وكل شويه ارجع بيدوروا هنكمل مش هنكمل، هنلعب قبل الامم الافريقيه بعد الامم الافريقيه، بدوليين من غير دوليين، واستديوهات شخله واللي بينفخوا في النار شغالين فرحانين. في ناس عندها متعه ان يشعللوا البلد، صح، في ناس عندها متعه ان يخلوك دايما على نار ويوقعوا الناس في بعض ويقولوا ده ويقولوا ده ويخبطوا ده ويخبطوا ده، لان في ناس عايشه وسطينا اعداء لينا بس عايشين وسطينا، فما بقتش تلاقي الحقيقه. كريم النهارده ممكن الحقيقه تشوفها بشكل وايمن يونس يشوفها بشكل، ودي مأساة. وهنا بقى دور اللي ترجع تقول سيادتك وانا والناس اللي بتشتغل التوعية دور زيه زي الكرسي، صح. زيك زي ما انت قاعد في كرسي مجلس ادارة اتحاد كورة او نادي، انت هنا بتقاتل في نجوم اف ام عشان تقول حقيقة، عشان تفهم الناس الصح من الغلط، عشان توجه الناس ان هم ما يزيدوش الاوحش من كده. هو ما فيش اوحش من كده في مجتمعنا الكروي، خايفين ندخل الجماهير مع بعض ماتش، قلقانين من اي ماتش فيه تجمع، قاعدين نعمل ضوابط وقواعد مختلفة عشان نضمن امن وامان جوه الاستادات. لا دورنا كبير. طب تعالى اسالك سؤال لكابتن ايمن، ثلاثي الابعاد. عملت مقدمه كبيره حلوه قوي بجد. انا والله ما يعني انا مش عايز اقاطعك لانها حلوه قوي فعلا، بس خليني اسالك سؤال ثلاثي الابعاد. لو كنت النهارده مسؤول في اتحاد الكوره، مسؤول في نادي الزمالك، مسؤول في النادي الاهلي، كنت هتشوف الموضوع ده ازاي من وجهه نظر الثلاثه؟ ايمن يونس رئيس اتحاد الكوره، ايمن يونس رئيس نادي الزمالك، ايمن يونس رئيس النادي الاهلي. دلوقتي يعني انت وقعتني في المشكله، لو انا على الكرسي مش هشوفها من دلوقتي، ماشي، هشوفها من زمان. حلو، وكنت هقول اللي انا قلته لك من دلوقتي، ماشي. لا 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 لا، مش انتوا اللي تقولوا تلعبوا فين. انا عندي لائحه. لو انا قاعد على الكرسي هقول لك لا 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 لا، هفصل المحترف عن الهاوي. انديه الدوري الممتاز ليها مجموعه اصوات، وانديه الدرجه الثانيه ليها مجموعه اصوات، وانديه الدرجه الثالثه ليها مجموعه اصوات، مفيش صوت يمشي على مسابقه الثاني، كل واحد يتكلم في مسابقته بس، ماشي. وكل واحد يتكلم على مشاكله بس. ما كنتش هقع في المشكله دي بالشكل ده اللي هو متورط وقاعد بقى. بصراحه الدكتور اشرف صبحي، بصراحه المهندس هاني بريده، بصراحه كابتن محمود الخطيب، المستشار مرتضى منصور، في الاخر هيحسوا ان مصر في مأزق. ما هي بلدهم. بلدهم وهتلعب امم افريقيه وكلنا مزنوقين، كلنا غلط بقى. خلينا نتقبل الموقف. ما هو انت مدام وصلت لهنا على الجميع انه يحترم احنا واقعين كلنا في ايه. عشان كده انا اسالك بقى، لو انت النهارده شفتها او انت وقعت في المشكله دي خلاص والموسم ده بكوارث كلنا حصلت، غلطانين، هتعمل ايه؟ هل هتقول سيبقى الوضع على ما هو عليه وهنلعب بعد؟ كلنا غلطانين. كلنا غلطنا. انا كاتحاد كره من الاول ما ظبطتش حقيقتي في التعامل معاكم وما شفتش اليوم ده. مين قال لك تعمل حسابك على ان الزمالك او الاهلي يخرجوا من ادوار تمهيديه فاقدر اكمل الدوري او اكمل؟ ده حصل، ده فعلا، ده كان في لما بعمل حاجه بعملها على ان انا بكسب البطوله، صح، بشوف اخر حاجه خالص، صح صح. في يعني خلينا نقول ان في الناس، يعني انا لو اتكلمت على عامر حسين والناس بتهاجمه كتير، مع عامر حسين عمل كتير كويس السنه دي اتضغط عليه فيها. وانا ضد كلمات كتير قوي اللي هو يقول لك جالي مش عارف ايه، ده قال لي ايه بتاع. لا لا لا، السنه دي كلنا عملناها وحش، كلنا عملناها وحش. النهارده عامه او من شويه يعني طلعوا المواعيد الرسميه للماتشات المتوقعه، فخليني اقول لهم حضرتك برضو لانهم مهمين. الزمالك والجونه هيلعبوا يوم 23/7، الزمالك والاسماعيلي هيلعب 26/7، المقاولين والاهلي 26/7، وبعدين القمه يوم 30/7، والكاس هيتلعب في شهر 9. الكاس هيتلعب 28/8، ده ماتش الاهلي وبيراميدز، وبعدين 1/9 الاهلي او بيراميدز مع حرس الحدود، 1/9 الزمالك مع مصر المقصه، وبعد كده تستكمل بقى المسابقه. هل ده منطقي؟ هل ده منطقي انك يعني الموسم هيتلحم في بعضه، انت هتخلص ده هتدخل في الجديد على طول، هل تطلع من المسابقه او من الفايده من المسابقات المحليه انك تطلع الجديد ايه؟ ما هو العك تم. فخلاص. خلاص. ماشي. الدنيا اتعكت السنه دي. الجديد ايه؟ على نفس الطريقه ولا من دلوقتي نبتدي بقى نقول للناس؟ اذا كنا غلطنا هنعمل الموسم الجديد كذا، اذا كنا عملنا كذا يبقى الموسم الجديد هنعمل كذا. ما هو انت مطالب ان انت ما تكررش ده. صح. هو انت هتستحمل ده؟ هي دي اجواء؟
مش هنستحملها. صح. فخلينا نقول خلاص استكمالا للاجواء، خلينا نقول يعني ايه سنه استثنائيه. سنه استثنائيه اتفق، بس احنا غلطنا فيها. احنا اللي عملناها استثنائيه. واذا كنا قلنا استثنائيه يعني لازم يكون السنه اللي عندنا مختلفين فيها وراجعين لحقيقتنا. بس بالبساطه دي، وعشان ترجع ليها لازم يكون عندك لوائح واضحه وضوابط واضحه وروابط انديه واضحه ولجان واضحه وتفعيل الاحكام واضحه وكل واضح. مع ولا ضد اضافه العنصر الاجنبي لاتحاد الكوره، سواء بقى في لجنه المسابقات في لجنه الحكام، هل شايفها عيب وحاجات كده ولا عادي؟ ايه المشكله؟ ما فيش حاجه فيها عيب. العيب ان احنا نغلط وما نعترفش بغلطنا. العيب ان احنا نبقى مش واضحين مع نفسنا ونضحك على نفسنا. لكن خلينا نتفق ان انت مش موضوع عنصر اجنبي، انت موضوع الاول تلاقي لائحه تليق بيك للتعامل مع الانديه وتحطها بضوابطها، بلجان القائمه على التنفيذ، لجنه عقاب للمسابقات، لجنه عقاب مش عارف ليه، وتمشي على الكل. وكلامك يبقى واضح، موسم هيبتدي كذا وينتهي كذا، وعندي اول ماتش كذا وهينتهي كذا، مفيش مجاملات مفيش استثناءات مفيش ما تعملش مجاملات. هو انت لما جيت في اول الدوري ولقيت الاهلي مزنوق، قلنا عشان خاطر الاهلي نعمل كلنا، قلنا كزملكاويه حلو، وقلنا كاهلاويه. ولما جم قلنا علشان الزمالك برضو اتزنق نفس الزنقه وبيلعب نهائي الكونفدراليه، ما قلنا برضو لازم تتاجل. ما يمدم الاول مفيش لائحه تظبط العلاقات ما بيننا، فخلاص بقت عشان خاطري وعشان خاطرك. وما ينفعش تعمل عشان خاطرك وما تعملش عشان خاطري. طبعا صح يعني انت فاهم. بس طيب شايف ازاي منتخب مصر في البطوله يا كابتن ايمن؟ هل المرشح الاول وده طبيعي عشان احنا على ارضنا ووسط جمهورنا وما الى ذلك، ولا شايف انه لا الامور صعبه، المنتخب في مرحله التكوين مع مدير فني جديد ما اخدش وقته، وبالتالي مش عايز تصدر ضغط للفريق يعني؟ لا خلينا نتكلم بصراحة. بطولة على أرض مصر في وسط جمهور مصر، أيا كان درجة مستواك، الطبيعي إنك تبقى الطبيعي أنت مطالب إن تاخد، هتاخد البطولة. إحنا مختلفين على أرضنا بجمهورنا بحماسنا باستاد القاهرة بالدوشة بتاعتنا، لا نتعب أي حد. فبلاش مش عايزين ننزل الناس اللي بتقعد تقولك يا عم أنا هشجع تونس وأنا هشجع الجزائر وأنا هشجع السنغال، أنتوا مضحكين بالنسبة لي. لا أنا هشجع مصر. طب. أنا مختلف مع أجيري أو مختلف مع أجيري، بس هشجع أجيري وهشجع مصر. أنا اختلفت إن هو ما اختارش بعض اللعيبة، هو اختار بعض اللعيبة. هو معنى الاختلاف إن احنا في الرؤية إن احنا نحولها عداوة خالص، زي ما عملنا مع جروس غلط وبيتأخر في التغيير وبيعاند في التغيير، مش معنى كده إنه عدو. صح. تختلف فنيين احنا لأ، احنا بنختلف للصالح. يعني احنا لو قلنا الأجيري مختلفين معاه في حاجة، احنا مختلفين عشان عايزين مصر تكسب. مختلف معاه في ايه يا كابتن ايمن؟ مثلا في اختياراته في بعض اللعيبة. زي مين؟ انا كنت شايف مساعي عبد الله جمعه لازم يكون موجود، مش عايز اكلم مثلا حل. انت فاهم، قد اشوف ان عواد كان لازم يبقى موجود. قد اشوف بعض اللعيبه يعني مثلا اطراف الملعب اجنحه الملعب كهربا صلاح وتريزيجيه الدنيا ضلمه. يعني كان ممكن يبقى موجود كهربا، تهذيبه بقى فنيا، تشده فنيا، نتعدل يا كهربا، ركز يا كهربا، بلاش تلعب لنفسك، بلاش تتمنظر، بلاش تفكر في شعرك، لكن لعيب كويس ومؤثر ويقدر يعمل لك راس حربة متأخر، يقدر يعمل لك راس حربة متقدم، لعيب مهم. صح، بيعمل فرق. صح. أنا ليا وجهات نظر في اللعيبة، أخدت ثلاث رؤوس حربة كلهم شبه بعض، طعم واحد يعني أنت فاهم. لكن خلينا برضو نتفق، أجيري مش بيختار عشان يخسر طبعا، وأجيري بيختار لمنتخب. فأنا لما بقول رأيي حتى وإن اختلفت بشيء بسيط معاه، ده ما يمنعش ان انا هشجعه. مش عايز اكلم، احنا ما نختلف في الصالح، احنا بنختلف لايه؟ مش عشان منتخب مصر يكسب البطوله ولا هو بنختلف. يعني انا بضحك على المحللين او اللي بيقولوا على نفسهم محللين اللي بيختلفوا لدرجه ان هم بيدعوا على اجيري انه يخسر. طب ما تختلف يا اخي عشان يبقى وجهه نظره هي اللي صح. شفت انا قلت لك ايه وسيادتك المدير الفني؟ ده انت ما عندكش فكره انك والله تختلف. والله ده من فتره يعني، انا بشوف ناس من ايام كاس العالم ما كانوش عايزين مصر توصل كاس العالم لمجرد ان وجهه نظره تبقى صح. ايه ده؟ علشان بص، ده علشان دول أرجوزات احيانا وبيبقوا مسلين الناس، الناس بقت عايزه تضحك في حي حد. لكن المبادئ بتاعت ان انت تكون محلل او ناقد او ان انت بتقدم فكر ومعنى للجمهور من حقك تقوله. لكن كلنا متفقين ان احنا عايزين اجيري يكسب طبعا، وقد نختلف في عبد الله جمعه او مش عبد الله جمعه او في كهربا او في اي لعيب في زمالك اهلي اسماعيلي ما نختلف. لكن ده مش معناه ان احنا بقينا اعداء. صح. انا قلت رايي،
خد بيه، ما خدش هو المتحمل المسؤولية. صح. وده مش معناه غير ان انا لازم اقف في ظهره واساعده واحميه واشجعه، خش الاستوديو اتكلم عنه بشكل مظبوط واقول حقيقته الفنية واقول فكره الفني في الملعب واقول لعب ازاي كسب ازاي. فالمجتمع بتاعنا محتاج حد ياخد بايده في المناطق دي. فعشان كده اللي بيتكلموا لازم يبقوا فاهمين قوي يقولوا ايه للناس. لان بلاش تصنع التطرف وتقول الله هو المجتمع بقى عامل كده ليه. بلاش تصنع التعصب وبعد كده تقول الله يا الناس مالها بتاكل في بعض. ما انت سيادتك. انا اجيري حدعمه واشجعه، وان اختلفت في بعض اختيارات الترشيح وان كان هو المدير الفني كامل الاحترام ليه، ايه اللي فيها صعبه؟ صح. جروس اختلفت معاه في تغييره في ماتش، ما بقيت الماتشات كلها 100 100. الناس يقول لك شفت ما انتوا اختلفتوا وعملت، ماشي جروس يمشي، جروس يمشي، عقده ما يقدرش نادي الزمالك يدفعه، من حقه نادي الزمالك يقول مش هقدر ادفع عقده، عادي مش خناقه. لكن يعني بما ان حضرتك ذكرت الواقعه دي، هل شايف انه رحيله في الوقت ده ما ياثرش على الفريق؟ ممكن ياثر، بس خلاص التوقف ده جيل صالح الزمالك. لكن خلينا نتكلم الاهم. ان امكانيات نادي الزمالك ما كانتش تقدر تدفع 50 مليون جنيه في السنه واكتر. كلام صريح. كلام واضح ما فيهوش جروس مميز. برافو جروس، انا كنت اتمنى انه يمشي بشكل لائق، العلاقه حلوه، يحيي اللعيبه والجمهور والناس ومجلس الاداره يعمل له حفله، وان كان كله طلع قال احنا حاولنا، ومجلس الاداره حتى طلع قال احنا حاولنا، الخلاف مادي. ما كانش ينفع يعني يتم الاتفاق مع ودي بانه كمل الشهرين دول. نادي الزمالك قال لك ما هو الشهرين دول يوقفوا له حاله في بلد تانية سنه لو ما استلمش فرقه. ده لو جاله عروض يعني. ده لو جاله عروض يعني. ما هو اكيد يعني، هو ما هو اكيد هو، خلي بالك انت بتتكلم على شخصيه سويسريه. مش اوروبي كمان، عادي. اوروبي سويسري يعني ماشي بالعقرب، يعني ماشي بالعقرب بالثواني بتاعه. طب طب. فهو عنده حاجات كتير قوي، من ضمنها صحته، اعصابه. هو مش باصص للفلوس، انه قاعد في البيت الحكومه هتديله فلوس، هتديله شوكولاتات لحد بيته. انت فاهم، انت في سويسرا. لكن هو المناخ نجح مختلف متفق، هو نجح. شايفه نجح يا كابتن ايمن مع الزمالك؟ الكونفدراليه بطوله، مش اللعيبه يعني اللي نجح. مفيش حاجه اسمها لعيبه تنجح من غير مدير فني، ده كلام يتقال في. لا انا عارف، بس مش اللعيبه عليها الضوء. حصان يقدر يجري من غير واحد قاعد بيربط اللجام بتاعه ايا كان درجه قوته. الفرقه دي المخ بتاعها المدير الفني، الثقه بتاعتها مدير فني، احساسهم بالملعب بالتيشيرت مدير فني. المدير الفني بيقود ده كله، مش بيقود بس فنيات، بيقود السبيريت، الشخص، الروح بتاعه اللاعب في الملعب، بيديله الاطمئنان انت الاساسي، انت اللي هتكسبني، انت اللي هتعمل. ده موضوع كبير. اي حد يهمش ده، انت لو معاك 11 ميسي مش هتقدر تكسب بيهم لو معكش مدرب كويس. مدرب كويس يعني عظمه اي فريق في مجموعه لعيبه مميزه، بس معاهم دايما مدير فني مميز. والمدير الفني بقى بيبان. ما انت يا كريم بتقعد تقول مثلا مدير فني بتاع وادي دجله واو رائع، حماده صدقي رائع، مش عارف كابتن مختار مختار، ايه ده الجمال ده. احيانا بيبقى معهمش لعيبه بالظبط اللي هو الهند، بس انت شايف فهو شغله باين. اي مدير فني موجود في الملعب واو، ايهاب جلال، يا سلام حسام حسن، يا سلام مش انت اللي بتتكلم، علي ماهر، ايه التالق ده؟ ده السنه اللي فات علي ماهر انت قعدت تشيد بيه وهو كان بيجري من الدرجه الثانيه، ولما نجح كله سقف له انه ده هيبقى نجم كبير. الله، انت قيمته فنيا من خلال المدير الفني. خلينا نتفق ان المدير الفني له قيمته، وجروس نجح مع الزمالك انه ياخد بطوله ويسلمك فرقه بتلعب على بطوله الدوري واقرب ليها الزمالك. طب الماتشات اللي ضيعها الزمالك في الدوري هل تلوم فيها اللعيبه ولا تلوم فيها برضو جروس؟ ما هو انت بتتكلم على عناصر توفيق ما بتتجمعش. وجروس قد نختلف نتفق نجح، انت هتقول هو بيعتمد على 14 15 16 لعيب، يا سلام. طب كلمني عن تشكيل برشلونه ولا تشيلسي ولا مانشستر يونايتد ولا بايرن ميونخ ال11 ما انت عارفه. هو انت بتلاقي 14 فيهم؟ لا بس بيعملوا الروتيشن بشكل مش ملحوظ. بيعملوا الروتيشن فين؟ بشكل مش ملحوظ. لا فين؟ يعني في ايه فين؟ ما بيعملش روتيشن في الدوري. حلو. ما بيلعبش، ما بيعملش روتيشن في الشامبيونز ليج، ما بيعملش روتيشن في البطولات العالميه، بيعمل روتيشن في مسابقه واحده محليه. بس برضه يا كابتن ايمن ما ينفعش نقارن دول بينا، لان دول الريكفري عندهم مختلف، دول حتى الاحمال البدنيه مختلفه، نوعيه اللعيب مختلف،
وفي نفس الوقت انت ما بتحسش بان في لعيب مجهد ومش قادر يشيل رجله من على الارض والمدرب مش واخد باله. لكن انت شفتها هنا في الزمالك مثلا كتير جدا. انا شفتها عشان لعب بطوله مش بتاعته البطوله العربيه. لو ما كانش لعب البطوله العربيه كان اللعيب ده هيقدر يكمل اخر السيزون قوي. انت لما لبسته في 9 10 ماتشات زياده اتحملوا عليه، لان انت شدته في الدوري في 3 ماتشات كل 3 ايام. اتعمل كده في الزمالك، اتعمل كده في الاهلي، اتعمل كده في الاسماعيلي، اتعمل كده في المصري، اتعمل كده في الاتحاد. فرقت معاهم، الاتحاد نفد من السقوط بالعافيه، المصري لسه طالع المربع الذهبي بالعافيه، الاسماعيلي قاعد بيترنح لحد دلوقتي، الاهلي جات له هزه غير عاديه، الزمالك تعب بدنيا. لا طب ما ده كان اولى بيه ان هو يدي للعيبه دلوقتي الزمالك محتاج. حلو يعني محمد حسن حلو. كان الزمالك محتاج مدبولي وانتر ولا بنتكلم لعيبه بني ادمين. بني ادمين البني ادم ده بتشتغل عليه مش بس بدني، كل حاجه، ذهني ونفسي، مش بس فني ومش بس ذهني. انت بتتكلم على مجموعه نقاط، ابرز النقاط دي الطبيعيه في عالم كره القدم ان مفيش في لعيب اساسي ولعيب احتياطي. حلو. مهما اي حد يقول لك ويرجع يقعد يسرح بينا، لا ما هو لازم اللعيب الاحتياطي يتعامل زي اللعيب الاساسي ويتجهز زي اللعيب الاساسي، والكلام كله ده نقوله على الورق واحنا قاعدين في استوديوهات درجه حرارتها 18 و19 وما بتدفعش فاتوره الكهرباء كمان. انت فاهم؟ فقول بقى زي ما تقول. ماشي. يعني اعصابك هتبقى اهدى من كده، ما فيش مشكله. ماشي. لكن واقع لا، اي مدير فني بيصنع اللعيب الاساسي، لان جزء من ده ان هو بيديله الاحساس ان هو المسؤول. فاهم؟ ما بتتوزعش المسؤوليه على 22 لعيب. لا لا خالص، ما حدش قال 22. المسؤوليه بتتوزع على 11 لعيب ومعاهم 4-5 احتياطي بيحتاجهم. دي اي بي سي كوره. ما تقدرش تقنع 3 حراس مرمى ان هم الاساسيين خالص، ولا تقدر انت. لكن انت لما اتزنقت في عمر صلاح مثلا اقنعته ان هو الوحيد. ما هو الوحيد، انت عارف لو في حد معاه تاني ممكن يبقى فيها مشكله. لكن هو الوحيد بقى بطل. ماشي. نجم المباراه. اقنعت جنش ان مشي احمد الشناوي، انت نمره واحد. بقى نمره واحد. خلي بالك لعيب الكوره جزء من تركيبته النفسيه، الاقناع النفسي. فيه. ان انت ازاي تقنعه ان انت نمره واحد في الفرقه وانت المسؤول على الفوز والهزيمه. لو ده خرجته بره 11 لعيب ما يكسبوش. ما يكسبوش. لو خرجت عنصر الاقناع النفسي، الاقناع النفسي ان انت الاساسي بتاعي وده انت البديل بتاعي، ليك دورك وليك مجهودك، ولو نجحت مره واثنين وثلاثه قد اديك الفرصه ان انت تبقى الاساسي. فبتديله الدواعم ان هو ينافس الاساسي. ماشي. لان انت ما تقدرش تفقد الاحتياطي، لكن العنصر الاساسي لازم تحافظ عليه ان هو اساسي. في حته ان احنا كل ماتش نلعبه ب 11 مختلفين دي نقولها واحنا بنهزر. مش 11 بصراحه، 8 تريح 4 5 بس تريح يعني اللي تعبان. يعني انا السنه دي شفت مثلا طارق حامد متداس عليه، اوباما وكهربا ومحمود علاء وحتى النجاز، يعني الناس اللي لعبت طول السنه في الاربع بطولات دوري وكاس وافريقيا وعرب اتداس عليهم. كابتن ايمن انا عندي معلومه ان اوباما طلب في وقت من الاوقات انه مش قادر يلعب، طلب من جروس انه انا مش قادر العب والله. حلو. وكان بياخد حقن. حل. عشان مش قادر يلعب. حلو. فليه اوصل العيب بتاعي للنقطه دي، للنقطه ان هو شايف انه نفسيا قفل. هل كان في وقت لاي مدير فني انه يجهز البديل؟ ما انت ما تكلمنيش انه بلعب كل 3 ايام ماتش. كان ممكن اجهزه في ماتشات برضه، انا مدرب فين الماتش؟ يعني مثلا انا نازل النهارده بلعب مثلا مع النجوم كسبان 3. حلو. الشوط الثاني ليه ما نزلش؟ ليه احتفظ الاول العب بتغيير؟ فين الزمالك كسب 3 مثلا؟ انا بس لا لا لا، قول لي اي ماتش الزمالك كسبه 3 او الاهلي كسبه 3 في الشوط الاول ويقدر يريح حد. فلنفرض ماتش. هل انت هتقيم الراجل على ماتش؟ لا مش انا بتكلم على الفكره. على الفكره ما حصلتش. طب انا النهارده محتاج الزمالك والاهلي بيكسبوا في الشوط الثاني وساعات في اخر دقيقه وساعات بعد الماتش ما خلص. بس اللي صارتي بيعمل الروتيشن ده، عشان كده النهارده الاهلي اي حد هتنزله هتلاقيه، مش هتلاقيه. اه بس مش هتلاقي جوده لعب. ما انا مش لاقي جوده لعب بالنسبه للعيبه اللي الزمالك محتاجها. عادي خالص ان انا اقدر الاقي اي حد، لكن مش هلاقي شخصيه فرقه، مش هلاقي اداء جماعي في فرقه. انا مش عايز نختلف كتير. أوه. لكن انا عايز اقول ان برضو كل شيخ وليه طريقه. طبعا العالم كوره، مش عايز اكلم. خلينا نقول الصح والغلط بس مش مختلفين، بنقول اراء. لكن هو المسؤول مين؟ هو مين اللي بيتحاسب؟ هو الله. طب احنا دورنا نقول اللي في دماغه اداؤه. غلط او ما غلطش دي اراء مكمله. فيه. لكن مش بتؤدي لصراع. يعني انا مش خالص احنا جروس قلنا بالعكس. عنده اخطاء طبعا، ما جهزش 3 4 يضمنهم يعملهم تبديل. حلو. لكن الراجل خد الكونفدراليه،
والراجل سايبك وفي الدوري انت فاضل لك ماتشين لو كسبتهم هيبقى ماتش الاهلي فيصل حاسم بينك لو الاهلي كسب المقاولين. الله يعني وصل لاخر لحظه في السبق خلاص بطل مش هيكمل مش عشان هو وحش ولا كويس لا هو مش هيكمل علشان مفيش قدره ماليه انها تقدر تديله نفس المرتب ده. طب الكلام هل واضح هل الانسب بقى انه كابتن خالد جلال يكمل ولا على حسب اللي هيعمله في الثلاث ماتشات اللي فاضلين ولا الاجنبي انسب للزمالك في كل الاحوال؟ خالد جلال ده حبيبي قوي واخويا الصغير واداني اوفر قاعد يزهقني بيه في حياتي كلها جبت جون ماشي. في الاهلي في كل شويه يقول لي يا ونس انا اللي بعت لك الاوفر ده اللي انت جبت منه جون تفتكر هقول عليه ايه؟ لا انا هقول عليه كل خير. خالد جلال ولد شاب مكافح بطل ولد ناضج هو اساسا من جواه سوي جدا ودي حاجه بتعجبني بيتكلم على اللعيبه بكل احترام وادب وشايفهم كويس وشايف قدراتهم كويس. الزمالك بقى محتاج مدير فني اجنبي انا طول عمري بقول كده لان لعيبه الزمالك كواليتي مختلف بس مع خالد جلال هل خالد جلال يرضى يبقى مدرب عام؟ كنت اتمنى انه يقعد يشرب شويه من مدربين اجانب لان خالد جلال اللي عنده يخليه على مصاف المدربين الكبار قوي بس انا عايزه يتسقي كمان ماشي طمعان في كده بس خالد جلال برضو مش قادر يقبل ان هو يكون مع راجل اجنبي وانا قعدت اتكلم معاه كتير لان انا بحب قوي خالد جلال بحب شخصيته هاديه متزن مؤدب جدا ما بيغلطش في حد عارف حدوده بيحب قوي فرقته الزمالك بيحب لعيبته قوي مبسوط بيهم قوي بيتعامل مع الجميع باحترام عنده طريقه تعامل شيك محترم اخلاق قوي لكن انا شايف ان هيأدي كويس لكن طبعا لو كمل خالد جلال اتمنى له التوفيق لكن كمان لو نادي الزمالك عايز يجيب مدير فني اجنبي يبقى دلوقتي لازم دلوقتي. يعرف اللعيبه دلوقتي ما ينفعش الموسم يخلص وتقول بعد الموسم هو الموسم لازق في الموسم اللي جاي ما دي مشكله انت هتعمل مشكله فانت دلوقتي تعلن ان خالد جلال مكمل الموسم اللي جاي يا من دلوقتي تعلن ان في مدير فني اجنبي جاي وخالد جلال المدرب العام معاه وخالد يقول او لا لكن ده الوقت اللي الزمالك لازم يقرر مصيره. طيب في سؤال وقع مننا تلتينه لو كنت بقى رئيس نادي الزمالك هل ستصر على موقفك بانك مش تلعب الدوري غير بعد البطوله ولو كنت رئيس النادي الاهلي هل ستصر على موقفك بانه الدوري يتلعب دلوقتي بما ان مفيش لوائح واضحه والعمليه مشيت من الاول سبهلله فكل واحد لازم يصر على موقفه وده صح وده صح بموجب ان مفيش لائحه تعمل لهم الصح كل واحد صح من وجهه نظره طبعا لان مفيش لائحه تعمل لهم الصح فكل واحد بقى بيعمل الصح كلهم عندهم حق كل واحد بيتصرف دلوقتي عندهم حق لان مفيش لائحه قالت لهم لا الصح هتعمله كذا مفيش حد يتكلم في الموضوع ده لكن انت لما خليت اللائحه تقول لهم يتكلموا كل واحد بيقول الصح من وجهه نظره في اللي انت فيه عادي والاتنين صح ماشي تعال نرجع تاني للكوره ما رقصتكش هي دي لا ما رقصتنيش خالص بالعكس يعني منطقي جدا كابتن ايمن المنتخب قبل ما نرجع للزمالك المنتخب عنده لقاءين مع تنزانيا وغينيا قبل البطوله على طول هل تعتقد بانه الراجل لازم يجرب ويشوف وجوه جديده ومين هيعمل ايه ومين هيلعب ازاي وده يلعب هنا ولا هنا وحاجات كده ولا لا انا هدفع بالقوه الضربه باسماء اللعيبه الاساسيين اعمل ايه ولا كده ماتش وكده ماتش هو لو بيفكر خلي بالك كلهم يعني لما ضغطنا على كوبر راح لامم لك كل اللعيبه اللي انت بتتكلم عليهم ونزلهم ماتش واحد حرقهم عمل لهم مذبحه القلعه في سويسرا مش في القاهره وقال هم دول يا عم طلعهم شركهم لان نزل اللعيبه كلها صح مش عارفه بعض صح فطلع لك حاله نشاز فخلانا شفنا اللعيبه دي كلها وحشه صح اتلاقي علينا كوبر كان لقم ابن لذينه لكن خلينا نقول ان انت عايز تدخل لعيب جديد في بوزيشن معين لازم يخش في وسط فرقه اساسيه عشان تشوفه صح. هو بيتكيف وبيتحول وبيبقى بيقدر يكون عنده الكيمستري والهارموني مع المنتخب مصر حل. مين المكان اللي ناقص مين اللعيب اللي ناقص مين اللي الراجل هيفكر يشوفه هو اكيد الماتش الاولاني هيحب يشوف 3 4 وجوه جديده جميل. في وسط فرقه طبعا واكيد الماتش الثاني مش هيعمل حاجه غير يشوف الفرقه بتاعته حلو ويفهمهم يبقى ماتش بروفا يشوف طبعا. وماتش اساسي ماتش هيشوف كمان مش هيشوف كله هو هيشوف ثلاثة هو بيحكم من التمرين بقى درجات الانسان ان الفروقات بتبان جوه التمرين بتزيد قوي في الماتش طبعا لكن انت بتحس بالكيمستري بالهارموني لعيب مخضوض لعيب هايب موقف ان في وسط دول لعيب
منسجم مع دول، لعيب دخل بقى قوي في وسط دول، الشخصيات بتفرض نفسها. صح، ودي مش بتوصل للجمهور، يا الجهاز الفني اكتر واحد بيبقى شايفها. طبعا كل لعيب ليه ريشته اللي بيرفعها ويمشي على راسه ريشه. انا النجم وعايز ابقى نجم، مش يعني الريشه بتاعت صلاح هي الاكبر في افريقيا دلوقتي. انت فاهم، هو نجم النجوم، مجهود وتعب واصرار وادب واحترام وذوق ووطنيه وحب ناس ودعاء ناس وتوفيق من ربنا. طبعا جمع كل دول تحطهم عند محمد صلاح. صح، ربنا يحمي لينا. لكن خلينا نتكلم حقيقي، مين اللعيب اللي انت محتاجه في منتخب مصر؟ مين اللعيب اللي يخش تشوفه كده مشي مع شخصية منتخب مصر؟ لما تيجي ناحية الباك الشمال، هتوقف أيمن أشرف وتقعد طول الماتش عندك مغص هو باك ليفت ولا سرد باك، وتفضل قاعد مش عارف تجيبها شمال ولا يمين؟ هتنزل أبو الفتوح وهو شكلا لعيب كويس قوي بس مش منسجم قوي، ما شفناهوش قوي، ما حسناش بيه قوي، فهو هل هيبقى مقنع لزمايله؟ اصل انت كمان قبل ما تبقى مقنع لنفسك لازم تبقى مقنع لزمايلك عشان يحترموك ويتعاملوا عليك ومالي عينيهم. يعني انت صلاح لما بيتزنقوا بيدوروا عليه، عارفين ان هو عنده الكرييشن الكرياتيفيتي بتاعته مختلفه، هيخترع حاجه. فعندنا اماكن في الملعب دايما مثيره. طب انت عارف التشكيله يا كابتن ايمن؟ لا انا ما عنديش تشكيل، واجيري اكيد هو الوحيد اللي عنده تشكيل. طب انت شايف التشكيل الامثل؟ انا مش شايف الباك ليفت يا اخي، ومش شايف الطريقه. طب الاول 4 3 3 ولا 4 2 3 1 ولا 3 4 3 ما يقدرش يلعب غير يعني 3 4 3 مش بتاعت منتخب مصر. جربها في اول ماتشين وبعدين رجع لعب ب 4 بعد كده. لو لعبتها هتغامر بالفرقه وممكن مغامرتك تكلفك كتير. اصل احمد المحمدي باك يمين، واحمد المحمدي ما بيلعبش، بيلعب في فرقه استون فيلا، بيلعب 3 4 3، بيلعب نص الملعب اللي بيلعب ناحيه اللي هو اليمين. يعتبر جناح يعني، جناح اقرب اكتر منه رايت باك. هل يقدر يلعب 3 4 3؟ ولو لعب بجناح محمدي هل يسيب محمد صلاح على الخط؟ هيضايقوا بعض. طب هيدخله جوه هيحط مين راس حربه؟ طب لو حط محمد صلاح راس حربه هل هو هيبقى مقنع مع الفرق الافريقيه اللي مليانه التحامات؟ طب انت الفرق الافريقيه هتعرف تزحزحها تخرج من نص ملعبها وتيجي ملعبك عشان تلعب الكاونتر اتاك او الهجمه السريعه في نص ملعبهم، فمحمد صلاح يكون عنده مساحات. الله، مسائل مش حسابيه، مسائل كيميائيه. يد 2 كب الف 4 ضد اوتو، يعني انت فاهم هتعمل بيهم ايه؟ اجيري لازم يكون عنده حاجه، وعنده حاجه احنا مش عارفين نشوفها. انا خايف بس هو كمان ما يبقاش شايفها. ما عشان كده بسالك الاول، هل شايفها؟ طب هو شايفها؟ هو لازم يكون شايفها. يعني لما ضم احمد علي جنب مروان وكوكا، راس الحربة بتاعك شكله عامل ازاي دلوقتي؟ هل هترجع تاني للمحطة وقعدنا نمجد في المحطة؟ انا شايف احمد علي نسينا الفرود بتاعنا انه يكون هو الهداف بالظبط. المهمة الاساسية هي الاجوان، وقعدنا نمجد في التحامات الراس الحربة والدفاع المتقدم واي سرحان بالعقول. الفرود فرود بيجيب جوان، بيجيب جون. الاكسترا بقى بتاعه ده حاجه تانية. بيبو، جمال عبد الحميد، على ابو جريشه، الشاذلي اعظم هداف في الامم الافريقيه 12 هدف، ما حدش جاب الرقم ده. كل دول فراوده. انت فاهم تتكلم عنهم بفراوده، مقنعين، التاريخ كله بص لهم بكل يعني حب واحترام. فانا مش شايف الفرود بتاعه. ولو انت قلت احمد علي، طب انت هل احمد علي ينجح طريقه محمد صلاح؟ تحركات محمد صلاح، المساحه بتاعت محمد صلاح؟ يقول لك لا، ما مروان محسن بيريح صلاح، ما هو ما بيجيبش جون، هو مش كويس، بس ايه بيدي المساحه لصلاح انه يتحرك فيها، بصلاح بيبقى كويس فقبلنها. لكن احمد علي لو نزل هيقف ويقف في منطقه راس الحربه فيقفل على صلاح فيها، هو يجيب الجون يا صلاح ما يجيبش جون، وصلاح اللي بيجيب جون احسن. قاعدين نبوظ في المعادلات الكيميائيه بتاعتنا. طب هو بقى احنا بنتكلم على 4 2 3 1 الطبيعيه. طب مين البلاي ميكر اساسا اللي هيمخخ للناس دي كلها؟ عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. طيب يبقى انت حطيت عبد الله السكريم، اهو خطاب اعلن ان عبد الله السعيد المخ بتاع البطوله. مفيش غيره. مفيش غيره. مفيش غيره في قائمه منتخب مصر مخ. مفيش غيره مخ في القائمه غيره. بتفق معاك. حلو. صلاح وتريزيجيه موجودين اكيد. المهاجم. صلاح وتريزيجيه موجودين اكيد. والمهاجم على حسب قناعات الراجل شايف ايه بقى؟ صلاح وتريزيجيه. او صلاح نفسه. هو هيرتاح لمين؟ وجهة قد نظر. يلجأ له. وجهة نظر. قد يلجأ له ويقول له انت حاسس بمين؟ ورا برضه قد يلجأ لحجازي. هو الكابتن الخط ده. طبعا. يعني انت فاهم؟ بس يعني مين جنبه بقى؟ هل يلعب جنبه؟ وعلى فكره
مش تقليل من شأن أي مدير فني في أوروبا في أي حتة في العالم بيحصل حوار بين المدير الفني واللعيبة. ميسي بيتكلم وكريستيانو بيتكلم. برافو عليك. أصل احنا حساسين. لا 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 الناس هنا ممكن تبقى ونقعد بقى نطبل عليها ونعملها إيه بقى يعني حفلة. أنت فاهم إن لكن أحيانا يقدر يقول له أنت بترتاح مع مين، حاسس مين جنبك بالذات في المناطق اللي هو محتار فيها. بالزبط. هو محتار في رأس حربة. هو محتار في ليفت باك. اعتقد انه ايمن اشرف كنت نايم يعني. ايمن اشرف اعتقد يعني مش هيبقى ابو الفتوح على حساب ايمن اشرف. مش عارف صعب يعني. هو لو واخد عبد الله نبتدي نحتار. نحتار يعني. لا ما لو واخد عبد الله مش هتحتار. هتبقى عبد الله على طول. عبد الله انت على ارضك والفرقه هتدافع. عايز واحد عنده قدره هجوميه، شويه كلام للنني، شويه كلام لطارق حامد لما يهاجم تغطوا الحته دي. صح. مش غلطه عبد الله جمعه ان الحته بتاعته ممكن تكشف، لان الادوار في الملعب لعبت الكوره زي الساعه كلهم تروس في بعض. عشان الساعه دي تمشي عشان انت تكسب لازم التروس تشغل كله. فلما تلاقي واحد عنده قدرات هجوميه رائعه زي عبد الله جمعه ما توقفهاش، تقول ما بيدافعش يا خليه هاجم. ما مارسيلو اهو بيهاجم وبيقطع. داني الفيش بتاع البرازيل بيهاجم اي حد مدام عندك قدره انك تروح على الجون وتجيب جون. يا اخي الكره اتصنعت عشان تروح على الجون وتجيب جون. صح. ما اتصنعتش عشان تدافع بس. صح. او تهاجم بس. المهم اي لعيب يكون عنده قدره ان يجيب جون. ده احنا لعيبه على مدار العمر حراس مرمى كانوا بيفكروا يجيبوا جوان. يعني انت فاهم يعني. يعني عصام الحضري ما تهدش في الشوط الا لما جاب جون. انت فاهم. كان مش عارف في اوروجواي وباراجواي ويعني تشيلافيرت ومش عارف مين حراس مرمى جايبين اهداف اكتر من فراوده. يعني فكره ان ال11 يعرفوا يجيبوا جون مهمه جدا يعني. او اكبر عدد ممكن منهم يكونوا بيعرفوا يجيبوا جون. لا يعني دي مبادئ. فانا لما الاقي عبد الله جمعه اقول ياه ده انا هاخده. ولما يهاجم طارق حامد ميل ده. يبقى انت التغطيه بتاعتك عرضيه. مش طوليه. صح. فاقدر اظبط فرقتي. ما علينا بنحترم اجيري وجهات نظره وفكره. مين باك ليفت؟ ايمن اشرف مش هيهاجم قوي. خلاص هو بيقول لتريزيجيه ما ترجعش. صح. مش عايز يديله واجبات دفاعيه. صح. احمد المحمدي اكيد هيسند بيه طارق حامد. عشان يخلي احمد محمد يهاجم. محمد صلاح هيقول له خش راس حربه تاني. هنا مروان محسن هيبقى دوره اكتر من احمد علي، لان هو مروان محسن ممكن يسقط جنب عبد الله جمعه ويخلي محمد صلاح هو راس حربه يلعبوا سعيد. يلعبوا اللعبه دي تركه. يفكر فيها اجيري. الحيل موجوده، الافكار موجوده، المقالب الكرويه موجوده. والسحر موجود. وانت في افريقيا مفيش اكتر منها صحراء او تقدر تسحر فيها. اعتقد مقبول كل الافكار اللي ممكن تطلع. بس انت بقى كريم سؤال ومش هتساله لي. مين حارس مرمى منتخب مصر؟ قناعتي او يعني انا شايف مين ولا انا عارف مين؟ زنقتك عشان ما تسالني. والله ابدا. طب انا هسالك بعد ما تبقى ما اقول. لا هتسالني ايه بعد ما اقول لك مين؟ لا انا سالتك وقلت ما تسالنيش. قلت لك هسالك سؤال وانت ما تسالني. انا هقول لك. اوكي. مين هيبقى حارس منتخب مصر؟ احمد الشناوي. احمد الشناوي. احمد الشناوي. مين انا شايفه يبقى حارس؟ لا 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 ما ترقصناش على الهوا. طيب انا بقول لك احمد اختار واحد بس. احمد الشناوي. مش انا مش وجهه نظري. ده اللي هيحصل. لا اللي هيحصل يا محمد الشناوي يا جنش. لا ما انا ما كنتش عايز اجاوب. احمد الشناوي. احمد الشناوي فعلا؟ اه والله. ثقه ترتيب كده. بينا مكالمه تليفون. يوم الافتتاح. يوم الافتتاح. يوم الافتتاح. ماشي. ولو اني شايف انه اعلى واحد. لا ما ترجعش في كلامك. انا بقول لك وجهه نظر. انا بقى بلاش اعلى واحد السنه دي جنش. جنش. طبعا اعلى واحد في الثلاثه جنش. يبقى يتزعل. اصل هو مش هيوصل للفورمه دي تاني. تفتكر يعني؟ مش هيوصل للفورمه العالميه دي تاني. بنالتي يا راجل بيجي عليه بنالتي بتبقى حاسس انه صده صده. ايوه فاهم. بيجي عليه انفراد ما عندكش مشكله. لا وصل جنش لتالق غير مع كامل احترام. انا بحب محمد الشناوي. بحب احمد الشناوي طبعا. محمد الشناوي لعب كاس عالم. اعتقد الدور جاي على الجنش انه يبقى له دور، لان الولد مقاتل يستحق. هو في اعلى فورمه ليه فعلا. بصراحه في فورمه غير عاديه يعني. اتمنى ان يكون فيها كده. طب تعالى اسالك اسئله سريعه بقى. بس ايه المشكله؟ مش عارف. سؤال حلو. انا قلت لك مش هجاوب. معلش اسالك بقى اسئله ثانيه سريعه عشان تنسى ده. قول. احسن بتقفل الحلقه. احسن. يعني خلاص احنا قدامنا 8 دقايق. صدق انا زعلان ان انا اتاخرت. والله والله وانا كمان. بس ماتش بيتش تنس خدني بجد. والله يا كابتن يعني. انا اتغلبت النهارده والله كمان يا كريم. ده غلبت 2-1 عشان. لا والله فكرتك حلوه. ده انا في اخر. ده انا مغلوب عشان اجيلك. ده عشان اتاخرت عليا بس. طيب كابتن ايمن مين احسن واحد لعب تحتك؟ مين بلاي ميكر كنت بتتبسط قوي؟ إيه انا اللي كنت بلعب تحت جمال عبد الحميد. حلو. بس الناس طول عمرها فاكرين ان انا فرد. انا عمري ما كنت فرد. لا بس انت كنت بتلعب 9.5 يعني اللي لا هو. لا لا انا بلعب هاف ليفت
وبروح راس حربة تاني. وهي دي المعلومة اللي الناس ما تعرفهاش. مدربين كتير كانوا يقولوا لي انت حر ماشي. بس انت مكانك هاف ليفت لما ترجع ارجع إيه. بس انا كل الهايلايتس اللي شفتها لك كنت بحسك راس حرب تحت راس الحرب على طول. أيوه. يعني اللي هو ولا حاجة ونص. انا في نص الملعب انت هتلاقيني بدافع في كورنر بس لما بتحرك ما بتحركش بالكورة بتحرك ماشي. على المساحة ماشي. كنت اتحرك على المكان فاروح على طول جنب اشوف جمال حميد فين اروح عكسه فتعتبر بلاي ميكر برضو. لا راس حربة تاني بعمل راس حربة تاني او شادو سترايك او لو تسعة ونص. مين بقى اللي هو بلاي ميكر؟ حماد عبد اللطيف. هنهزر الحاوي ما جاش زيه. ها لا ده كان يشوفني ده واحنا في الناشئين غلبنا مصر كلها. ما كانش في راس حربة بتاعنا ما جابش ولا جوان اللي جاب كل الجوان. حماد عبد اللطيف تك يروح واخد الكره برقص واحد والتاني وبمزاجه حب تالت رابع بمزاجه ويروح حاططها لي ثرو بس في المسها جون المسها ما تعبش فيها المسها جون. فلا بس احنا كنا مخترعين. قد يكون يعني علاء ميهوب كامل احترامي دي وحب دي طهر ابو زيد طبعا وقد اكون يعني العبد لله انا النص الملعب اللي الناس ما فهمتش الا دلوقتي انهم دول كانوا نص ملعب. زمان كانوا بيفتكروها فراوده ماشي. او يقول لك بتلعب فين. انا كان في بعض المدربين ما بدونيش يعني يقول لك انا بقول التشكيله 10 ما بقولش ايمن يونس. كنت بقعد اضحك يقول لي انت اختار المكان اللي في الملعب الاجانب باركر. بجد والله يعني هو بالنسبه له لا انت لما تجيب زمايلي بقى من اي حته ترتاح فيها انت بتخش انت قالع لابس تيشيرتك ونازل العشرة بقى مين اللي هيلعبوا ده موضوع تاني. طيب مين اكتر واحد كنت بتتبسط وهو بيلعب جنبك؟ جمال عبد الحميد وهشام كان عشان يقعد يصدعني ينادي عليا طول الماتش يا ايمن ارجع يا ايمن ارجع كان دايما بيقول لك كده ارجع مع وهشام كان ده وحش لكن كان اول لما يتخبط يقعد يصوت الحقوني. مين احسن حارس مرمى لعب قدامك؟ قدامي كان لئيم شوبير. مين احسن مدرب دربك؟ ابو رجيله. ابو رجيله راجل ما خدش حقه اعظم مدرب. ابو رجيله كان راجل سابق عصره. ومين احسن مدرب اجنبي دربك؟ اجنبي مايكل سميث مدرب المنتخب وباركر الانجليزي. مايكل سميث وباركر الاثنين دول كانوا انا كنت بستمتع معاه. ضيعت فرصه ندمت عليها؟ مش فرصه في الملعب فرصه بره الملعب عقد احتراف حاجه ضيعت حاجه؟ ضيعت في اليونان باناثينايكوس من غير لازمه وضيعت حاجات كتير قوي بس قعدت في السعوديه فتره طويله بس ضيعت فرص بقى كمان افضل عايش بيها لحد النهارده افكر فيها يعني إيه انفردت بادو زاكي مثلا في المغرب ماشي ومن ناحيه الشمال وكان بلعبها بالعرض وهو توقع انا كان لازم اشوطها في الجول وانا كنت من اللعيبه اللي بتشوط من الزاويه الضيقه ماشي يعني انا جبتها في السنغال وضيعتها في المغرب مع ان كان لازم اعملها. بدو ازاي ساب الجول وطلع بالعرض ماشي يعني مقهور وطار ابو زيد قال لي شوطها يا بس انا ما يعني كنت مزنوق قوي لان كنت مضروب من الباك رايت في المغرب في الوقت ده فما كنتش شايف الكوره قوي. في حاجات لحد النهارده بقعد افتكرها. ضيعت انفراد في شوبير اتلاقم عليا فيه وصدها مني بس الماتش اللي بعده طبعا رحت جايب جون فيه فكانت ارضيت نفسي في الوقت ده. لو كان جات لك الفرصه انك تلعب في الاهلي كنت هتلعب؟ لا انا جينات بيور زمالك مستحيل. لا مش انا يعني بحترم الاهلاويه ماشي وبحبهم ومنافسين عمر لكن انا اتولدت بس زمالك. يعني مستحيل ما تشافش يعني انا ما شفتش نفسي يعني انا مره بيلعبونا ماتشات وديه زمالك واهلي وبتاع ما عرفتش البس التيشيرت الحمراء قعدت اضحك ببص في المرايه كده يا جماعه مش نافع رحت مغير مديله قلت له اب مش عارف والله وانا مثلا صديق عمري علاء ميهوب وبحب طهر ابو زيد جدا ويعني حماده صدقي زميل حياه ويعني علاء عبد الصادق زميل منتخب ناشئين شوبير منتخب اولمبي قبل ما نشوف بعض في الفريق الاول او في حبايبي ما عرفتش والله يا كريم صعب وانا بقى ايه قد تكون من الزملكاويه اللي تقابلهم في حياتك اللي الاهلاويه بحبهم وما عنديش مشاكل معاهم وما فيش واحنا نكسب وهم يكسبوا وشايف الموضوع عادي خالص ومش شايف الموضوع مستاهل الخناقه دي خالص والموضوع ابسط من كده وكل المتعصبين والمطرفين هم اللي معينين نفسهم وما اعتقدش ان هم هيدوك ولا دقيقه زياده في البرنامج يعني غالبا يعني اكيد قاعدين يشاوروا لك من ورا ده يشاوروا لي بقى عشان نخلص وندوش ميه وبتاع انا اللي اتاخرت انا زعلان والله انا حزين والله وانا أنا قلبي يبكي لا يعني لا لا لا. فكره ان احنا كان عندنا ساعه ممكن ما تزعلنيش بقى ما تزعل ده انا جاي جري ده انا يا جماعه لو كويس ان مش مصورين ده انا بالشورت والتيشيرت. طب ممكن اقول لك على حاجه يا كابتن ايمن على الهواء مباشره بعد بطوله كاس الامم الافريقيه اول حلقه دن ساعتين بيور من 8 تبقى منورنا على الكورس كريم انا بستمتع معاك والله ده شرف ليه ان انا بستمتع مع واحد بيجيد فن الحوار
واحد بيدي مساحات للي قدامه، واحد اسئلته دايما مختلفه، وشايفك بكره، انت الراجل بتاع بكره، انت النجم الاستوديوهات اللي جاي. ومش بجاملك، عارف انا جاي لك وانا مستمتع ان انا جاي لك، وعارف ان انا هعمل حوار، وانت عندك ميزه ما بتعملش حوار غير من قلبك، وبتاخد من قلب اللي قدامك. لو انت ليك مزاج، ما انت برضو بمزاج زي اللي بحبهم او اللي بنسجم معهم او صح صح. بس انا شايفك لبكره، سعيد ان انا في نجوم اف ام، وسعيد ان انا معاك شخصيا اذا كريم خطاب، واحد من الناس اللي انا بحب اقعد اسمعهم، ودايما شخص ذكي عندك قدره على فن الحوار بشكل ممتاز. ده شرف ليا والله العظيم كلامك ده كابتن ايمن، وبالذات انه جاي من ايمن يونس، واحد من الناس اللي فعلا بتعرف تتكلم، اللي دايما فاهم بيقول ايه، بالبلدي كده يعني ما بيفتيش في حاجه دايما. اه والله ده بجد كلام، يعني من الناس كل الناس المتابعين للكره المصريه رايهم كده، ان انت من الناس اللي دايما بتتكلم في الكوره بكلام موزون، مش كلام يريح الناس وخلاص. فانا بستمتع جدا بالكلام مع حضرتك، والحقيقه في جمله واحده بس قلتها خليني اعقب او اعلق عليها، انه انا لازم لما اكون قاعد مع واحد زيك ادي لك المساحه، لانه انا بستمتع بالكلام اللي بيطلع منك، وده بجد كلام والله من قلبي. انا فعلا بستمتع بجملك وجهات نظرك وكلامك في كل الامور الحياتيه، فاكيد في الكوره كمان بتعلم منك حاجات كتير. حبيبي عيد سعيد عليك، اشكرك جدا كابتن ايمن، نورتني وسعيد. افريقيا موفقه وان شاء الله ربنا يوفقك. ان شاء الله نورتني كابتن ايمن، وسعيد جدا بلقائك. بشكر حضراتكم جدا. طبعا بكره الاعاده الساعه 1 الظهر على نجومه في ام تي في، ويوم الاثنين الجاي قبل دلوقتي بساعتين نبقى معاكم على هواء مباشره على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. اسيبكم مع اخر اغنيه رامي صبري، اغنيته الجديده، ونتقابل قريب ان شاء الله.